بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء هذا اليوم. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح 011-442-83-13 نرجو أن تكون الأسئلة واضحة ومختصرة، وأيضا أن تكون في محيطنا الشرعي كي نستفيد من الشيخ. نستفسر عن الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. في صدأ، نعم، في صدأ، نعم، تعالجون ذلك يا أخوان؟ بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات من آخر سورة الجمعة، لما نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع بعد أذان الجمعة، وهو الأذان الذي بين يدي الإمام إذا صعد المنبر، نهى عن البيع والشراء في هذا الوقت والتوجه إلى صلاة الجمعة، أمر بالتوجه إلى صلاة الجمعة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اسعوا إلى ذكر الله يعني احضروا سماع الخطبة، المراد بذكر الله هنا هو خطبة الجمعة. اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع الذي يشغلكم عن الذهاب إلى ذكر الله. ذلكم، أي إذا فعلتم ما أمرتكم به وهو ترك البيع في هذه الساعة والتوجه إلى سماع خطبة الجمعة، فاسعوا إلى ذلكم خير لكم، خير لكم من أن تبقوا في البيع والانشغال في أمور الدنيا إن كنتم تعلمون. إن كنتم تعلمون عواقب الأمور وما تؤول إليه فإن ذلك خير لكم عند الله سبحانه وتعالى، لأن العمل للآخرة هو الباقي والعمل للدنيا يفنى ويزول. فإذا قضيت الصلاة فرغ منها بسلام الإمام من صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر بعد النهي يدل على الإباحة كما يقول الأصوليون، أن الأمر إذا ورد بعد النهي فإنه أمر إباحة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، اطلبوا الرزق، انتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء والأعمال التي فيها فائدة دنيوية لكم.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فالإنسان يذكر الله دائما على كل أحيانه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فالمسلم يذكر الله وهو يبيع ويشتري وهو يعمل من أعمال الدنيا، ولا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى وينشغل بالدنيا عن ذكر الله. واذكروا الله كثيرا وليس ذكرا قليلا لعلكم تفلحون، أي رجاء أنكم إذا فعلتم ذلك، ذكرتم الله كثيرا، تفلحون عند الله، تنالوا الفلاح عند الله سبحانه وتعالى. والفلاح ضد الهلاك والخسار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وردتنا أسئلة كثيرة في قبل بداية هذا البرنامج، ونذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج مرة ثانية 011-442-83-13 لمن أراد الاتصال أو السؤال من فضيلة الشيخ صالح الفوزان. يقول السائل هذا يا فضيلة الشيخ: حديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصومون، ما صحته وما فضل المحافظة على الصلوات؟ لا أعلم هذا الحديث، وهذا أول مرة أسمعه، الله أعلم. فآخر ما تفقدون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. دل على أن الصلاة تستمر مع المسلمين ولا يضيعونها إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة. نعم. السائلة أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، ذهبنا بأختي إلى أحد القراء وذكرنا له بأن فيها مس، فأنكر ذلك وقال: ليس هناك كلمة مس وإنما هي عين، فما رأي الشيخ صالح في ذلك؟ نعم، هناك مس من الجن وهناك عين، الأمران يحصلان، وهذا بقضاء الله وقدره. فالمس كما قال النبي صلى الله عليه كما قال الله جل وعلا: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، دل على أن هناك مس من الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالجن تخالط الإنس وتمسهم، وهذا بنص القرآن. فمن ينكر هذا فهو إما جاهل وإما أنه ينكر القرآن. فهناك مس من الجن، وهناك عين إصابة بعين الحاسد أيضا، فهما حاصلان، ولا يحصن منهما إلا ذكر الله والمحافظة على الورد في الصباح وفي المساء. نعم. تقول السائلة: أرجو من الشيخ أن يذكرنا بآيات الرقية والشفاء من هذه الأمراض. والله يا أخوان، هذا البرنامج ليس لتعليم الناس الرقية، ولكن الرقية بالسور الثلاث: سورة الفاتحة فإنها رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والسور الثلاث: الإخلاص والمعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يجعلهما المسلم في ورده في الصباح وفي المساء، وهذا من الوقاية، هذا من الوقاية من المحذور بإذن الله. نعم. أبو نافع من حفر الباطن، تفضل يا أبو نافع. أبو نافع، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ تفضل سؤالك أبو نافع. سؤال يا أخوي بخصوص الإجازات المرضية، مثلا إذا جاني أحد مثلا مو محتاج الإجازة المرضية، نعم، طلب لي الإجازة، هل يجوز أعطيه أو لا؟
طيب شكرا. الشيخ صالح. نعم. بعض الموظفين يطلب إجازة مرضية، هل لمديره أن يعطيه إجازة مرضية؟ معروف أنه لا يعطيه إجازة مرضية إلا بتقرير طبي عن حالته وأنه يحتاج إلى إجازة مرضية. نعم. نعم. من الأسئلة التي وردت في هذا البرنامج، يقول يا شيخ ما الفرق بين هدي التمتع وهدي القران وما حكمهما؟ هدي التمتع هو التمتع هو أن يأتي بالعمرة أولا ويتحلل منها ثم يحرم بالحج ويذبح فدية، هذا هو هدي التمتع، لأنه قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القران هو هدي التمتع، لأن القران تمتع، لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، ولكن الفرق بينهما أن العمرة دخلت في الحج فصارت أعمال الحج أعمال للعمرة أيضا وعليه فدية. نعم. في الآية الكريمة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وفي حديث شريف إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها الأنفس ما لم تعمل. نعم، هذه الآية نزلت في أول الأمر وتضايق المسلمون لما سمعوها، وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فأخبر أنه يحاسب على حديث النفس ولو لم يتكلموا. تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على المسلمين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يسمعوا ويطيعوا لأمر الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم نسخها الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاستبشر المسلمون بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يتساهل أثناء ذهابه إلى المسجد وأداء الفرائض باللباس، فيكون هندامه متسخا، وما معنى الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا واجب ستره، وما زاد عن ذلك فهو من الزينة والكمال. هذا معنى قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ستر العورة في الصلاة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، فإن تغطي وجهها حينئذ، إذا كان عندها رجال أجانب ليسوا من محارمها فإنها تغطي كل جسمها حتى وجهها، أما إذا خلت من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة. المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم. الشيخ، الذين يعني يكون هندامهم متسخا ويذهبون بملابسهم إلى الفرائض والصلاة، صلاتهم صحيحة إذا كانت ملابسهم طاهرة ولو كانت متسخة، ولكن الأفضل أن يذهبوا إلى الصلاة في حالة جيدة في الملابس وفي الاستعداد
لأنها عبادة عظيمة ومشهد عظيم ومجمع من مجامع المسلمين، فيتهيئون له باللباس الساتر النظيف. نعم. أبو بيادر من الرياض، تفضل أبو بيادر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يسمعك. طيب سؤالك أبو بيادر. يا شيخ الله يعطيك العافية، أنا رجل موظف راتبي على قد الحال، ما عندي طريقة إلا طريقة إني أشتري سيارة عن طريق البنك اللي هو الجار من سيف التمليك. هذه الوحيدة الطريقة اللي أنا أقدر أمتلك فيها السيارة. طيب شكرا. لا لا يا أخي، لا يا أخي، لا يجوز الآجار المنتهي بالتمليك، وهذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بمنعه وتحريمه. ولكن إذا لم يكن عندك سيارة استأجر إلى أن تحصل ثمن السيارة وتشتري سيارة. نعم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ، أبو عصام سوداني مقيم بالرياض يقول: قراءة القرآن أثناء الطواف والسعي إذا كنت أريد أن أعدي العمرة عن والدتي. لا بأس بذلك، في الطواف تدعو الله جل وعلا بالأدعية الواردة أو تقرأ القرآن وهو من أفضل الأذكار، أو أن تسكت. فإذا طفت كل الطواف ولم تدعو فطوافك صحيح، ولكنك تركت سنة من سنن الطواف وهي الدعاء فيه. نعم. يقول: ما تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ هو الإيمان بما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، هو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يقول السائل أبو عادل: ما نصيحة الشيخ للآباء الذين يطمعون في رواتب بناتهم المدرسات يستلمن أكثر من 10,000 ويؤخرون الزواج لهؤلاء البنات طمعا في الرواتب، مع أن هناك من تقدم وهو كفء؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز للأب أن يؤخر تزويج ابنته طمعا في وظيفتها وراتبها، هذا من منع ما بنته وتفويت الفرصة عليها للزواج، فيزوجها إذا تقدم لها كفء صالح، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا عضل للمرأة، الله جل وعلا نهى عن عضلها إذا تقدم لها كفء صالح، فليبادر بتزويجها. قال جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. نعم. أبو محمد معنا على الخط من الرياض، تفضل يا أبو محمد. أبو محمد. السلام عليكم. ارفع صوتك. وعليكم السلام، تفضل. اسمعنا من الهاتف أبو محمد، تفضل. سؤالي اللي يعطي الصلاة ويقول الحمد لله. نعم. أيوة أبو محمد. يعيد صلاته ولا لا؟ أعد السؤال. اللي عطت الصلاة يقول الحمد لله شهوة، يعيد الصلاة ولا لا؟ طيب
إذا عطس المصلي وهو في الصلاة فما الواجب في حقه يا شيخ صالح؟ يستحب أن يحمد الله ولكن يخفي ذلك، لا يرفع به صوته. نعم. إذا أقام المسافر في بلد 3 أيام وفي نيته أن يواصل السفر إلى بلد آخر، هل يجوز له الجمع؟ الجمع إنما يجوز إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته في منى، كان يقصر الصلاة الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها، وإنما الجمع إذا جد به السير. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، في بلدنا عادة وهي لباس الأسود والتمسك به حتى الانتهاء من العدة، فما حكم الشرع بذلك؟ التزام السواد هذا لا يجوز، ولبس السواد في عدة الوفاة والإحداد هذا أمر مبتدع، تلبس المرأة ما تيسر لها من الألوان ولكن تتجنب لباس الزينة، تتجنب اللباس الذي فيه زينة. نعم. أيهما يقدم المرء، صلاة الجنازة أم الفرض لمن فاتت عليه الجماعة؟ وما كيفية قضاء ما فات من التكبيرات في صلاة الجنازة؟ إذا فاتته الصلاة وقام الجماعة يصلون على الجنازة يصلي معهم على الجنازة، فإذا فرغ فإنه يصلي الصلاة التي فاتته، والحمد لله يجمع بين الفضيلتين. نعم. من فاتته التكبيرات يا شيخ في صلاة الجنازة يتابعها، يأتي بها ويتابعها قبل أن ترفع الجنازة ويسلم. نعم. تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء ما ضابطه يا شيخ صالح؟ نعم. تبادل الهدايا بين الأقرباء والأصدقاء ما ضابطه؟ هذا يرجع إلى العرف، ليس له ضابط، تهدي لهم ويهدون لك. أما والهدية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجب المحبة، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فهي من موجبات، فهي من أسباب المحبة في القلوب. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية كان الصحابة يسمعون بعض قراءته. نعم، كانوا يسمعون بعض الآيات منه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الصلاة السرية، ولكن الغالب أنهم لا يسمعون ذلك ولكن ينظرون إلى حركة لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم. مات أخي يقول وعمره 35 ولم يحج، فضيلة الشيخ، هل أعدي عنه العمرة أو الحج وهو لم يحج أو يعتمر؟ إذا كان ترك مالا يبلغ الحج والعمرة فإنه يحجج عنه ويعتمر عنه عمرة الإسلام وحجة الإسلام من تركته مقدما على الميراث، فهذا من الحقوق الواجبة في التركة. أما إذا مات ولم يخلف مالا فإنه لا يجب عليه حج، ولكن إذا أردت أن تحج عنه أو تعتمر عنه من باب الإحسان إليه فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا زاد الإمام ركعة واعتديت بها وأنا مسبوق فهل صلاتي صحيحة؟ عند الجمهور ليست صلاتك صحيحة بل هي ناقصة، لأن الركعة الزائدة لا يعتد بها، فإذا كنت فعلت هذا فإنك تعيد الصلاة. نعم. يقول في دعاء القنوت: شيخ، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الأدعية وما حكم الإطالة في هذا القنوت؟
هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسبطه الحسن، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فهو مستحب ويزيد عليه من الأدعية ما تيسر له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل شيخ، بعض الناس يسرف في الوضوء، فما الهدي النبوي عند وضوئه صلى الله عليه وسلم؟ الهدي النبوي الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل من الجنابة. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وربع الصاع، ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. هذا هو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. فيقتصد المسلم في الماء في الوضوء أو في الاغتسال، ولا يسرف. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إياك والإسراف في الوضوء. فقال الرجل أو الصحابي رضي الله عنه، قال: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. نعم. إبراهيم من جدة معنا على الخط، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، عندي جدي الله يعطيه الصحة والعافية تعبان مريض عنده انزلاق في الظهر، ذا تنقول له صلى صلاة الفرض على كرسي يرفض، فما حكم لو إنه يصلي على الكرسي؟ طيب لحظة يجاوب الشيخ. نعم. يقول جده يا فضيلة الشيخ متقدم في السن وتعبان، ونقول له صلي وهو على الكرسي، فيأبى يا فضيلة الشيخ أو لم يستجب؟ إذا كان معه فكره فإن الصلاة تجب عليه، فألحوا عليه وبينوا له. أما إذا كان فكره ليس معه بسبب الكبر فإنه لا صلاة عليه. قصر التلفزيون يا إبراهيم. طيب السؤال الثاني يا إبراهيم. السؤال الثاني، جدتي نفس الحكاية، إذا دخلنا عليها يتسبح أو تصلي أو شيء، تعيد صلاتها أو تعيد تسبيحها أو تعيد كل شيء، تقول لا قطعتم علي، فما حكم هذا الشيء؟ طيب والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث، حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: لعن الله المصورين والمصورات. طيب ما هو المقصود في المصورين والمصورات؟ طيب. إذا هو المقصود تصوير نفسه بالكاميرا والأشياء هذه. طيب واضح إبراهيم، شكرا، لأن في صدى عندي ما أسمعك. فضيلة الشيخ يقول بأن جدتي تكون أيضا على كرسيها وتسبح وتهلل، وعندما نسلم عليها أو ندخل عليها تقول قطعتم علي ذكري. ترد السلام، أخبروها أن رد السلام واجب، البداء بالسلام سنة ورده واجب. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. أخبروها بذلك، وهذا أفضل من الأذكار، لأنه واجب. الأذكار مستحبة. نعم. في سورة الإخلاص في قوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، ما المقصود وما معنى الصمد؟ الصمد هو الذي تصمد له الخلائق بحوائجها، تصمد له الخلائق بحوائجها، كلهم يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. نعم. أيضا له سؤال آخر يختم به رسالته، يقول في قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ما المقصود بهذه الآية وما معنى استوى؟ الآية واضحة، أن الله سبحانه استوى على العرش، يعني على وارتفع وصعد سبحانه على العرش.
كلها معاني، والاستواء على العرش من صفات الأفعال، أما العلو فهو من صفات الذات دائم ولازم لذاته، أما الاستواء فإنه يفعله إذا شاء، لأن الله ذكره ورتبه على خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو صفة فعل فعلها إذا شاء سبحانه، وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخت أم أسماء تقول: فضيلة الشيخ صالح، ما حكم لبس المرأة للذهب المحلق؟ لا بأس بذلك، ولم ينكره أحد من أهل العلم المعتبرين، إنما أنكره بعض المعاصرين وليس له حجة في ذلك. الخواتم محلقة، وكانت النساء تلبسها. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ في الاستراحات وفي المجالس لا يتورع عن كثرة اللغو وكثرة الكلام وكثرة المزاح، سواء كان صادقا أم كاذبا، ما التوجيه لهم؟ مأجورين. التوجيه أن لا ينسوا ذكر الله سبحانه وتعالى في مجالسهم، وإذا أرادوا القيام يأتون بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. تفضل يا أبو محمد معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي ثلاث أسئلة للشيخ. السؤال الأول: ما حكم لبس عباية الكتف؟ طيب يجاوب الشيخ لحظة. نعم. حكم لبس عباية الكتف بالنسبة للمرأة؟ نعم. المرأة تلبس العباءة عند الخروج إلى من بيتها، تلبسها على رأسها من الرأس إلى القدم، تستر نفسها جميع جسمها ولا تجعلها على الكتف. نعم. السؤال الثاني أبو محمد. السؤال الثاني: ما حكم الصلاة بلبس البدلة العسكرية نصكم فوق المرفقين؟ صوتك يقطع ما اسمع. حكم الصلاة بلبس البدلة العسكرية فوق نصكم فوق المرفقين. حتى الآن ما فيها فضيلة الشيخ لبس أنا لا أسمع الأسئلة نهائيا إلا منك أنت. طيب، لبس البدلة يا شيخ، لبس البدلة إذا كانت طويلة فوق المرفقين قصيرة، لبس البدلة لمن؟ نعم للرجال للرجال ولا للنساء؟ للرجال يا شيخ. والبدلة ما هي؟ إذا كانت لبسة عسكرية يقول فوق المرفقين. اللبسة فوق إيش؟ نعم، فوق المرفقين في اليد يعني. نعم يا شيخ، لا بأس بذلك. طيب شكرا، لا فيه تردد ولا أسمعك أخي السعيد، شكرا بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت للبرنامج، يقول السائل: بالنسبة للمرأة إذا كانت تريد أن تحج أو تعتمر، وتريد فضيلة الشيخ أن تطوف وتسعى بالعربية، وأولادها يقولون لا عليك بأن تسعي على الرجلين أكثر للأجر، إذا كانت تستطيع المشي على الرجلين فالأفضل أن تسعى ماشية، وإذا لم تستطع فلا بأس أن تركب على عربة أو غيرها من أدوات الركوب. نعم. حكم لبس فضيلة الشيخ، يقول السائل: حكم من أفطر في رمضان بسبب المشقة، وأيهما أفضل في رمضان، الفطر أم الصوم؟ ما دام يستطيع الصوم فإنه يجب عليه الصيام، ولا يفطر إلا إذا خاف على نفسه من الهلاك. نعم. أحسن الله إليكم. حمل المصحف يا شيخ من قبل المأمومين في صلاة التراويح
وهذا جرت به العادة في كل رمضان. هذا غير مناسب، حمل المصحف للمأمومين هذا غير مناسب، لأنهم ينظرون في الكتابة المصحف، والنظر المصلي لا ينظر في الكتابة وهو يصلي، لأن هذا يشغله عن صلاته، فلا يحملون المصحف، يتركون هذه العادة التي أحدثوها. نعم، أحسن الله إليكم. أيهما أفضل فضيلة الشيخ في رمضان، الاعتكاف في العشر الأواخر أم بداية رمضان؟ وما هو الاعتكاف وما حكمه؟ كل رمضان وقت للاعتكاف، ولكن الأفضل أن يعتكف في العشر الأواخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعتكف العشر الأواخر لأنها ترجى في لياليها ليلة القدر، فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله، هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول السائلة أم مريم: يا فضيلة الشيخ، علي قضاء من قبل سنتين وحتى الآن لم أؤدي هذا القضاء، وسوف يدخل علي رمضان وأنا لم أؤدي هذا القضاء، فما الحكم؟ إذا كان تأخير القضاء لعذر فإنك تقضينه إذا استطعت قضاءه، وأما إذا كان لغير عذر فلا يجوز أن يأتي رمضان الجديد وعليك صيام من رمضان الماضي، بل عليك أن تصومي القضاء قبل دخول رمضان الجديد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم فلا أصومه إلا من شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي عليك الشهر الجديد إلا وقد قضيت ما عليك من الشهر الماضي، إلا إذا كان هناك عذر يمنعك من القضاء قبل رمضان تؤخرينه بعد رمضان ولا تقضينه بعد رمضان، ولا حرج في ذلك. نعم. من دخل دورات المياه عزكم الله وإخواني المستمعين ونسي أن في الجيب مصحفا أو جوالا فيه مصحف، لا بأس بذلك ما دام في جيبه وقد لفه وأخفاه فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن لا يدخل، أن لا يدخل الحمام أو قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله عز وجل من القرآن وغيره. نعم. يقول: أرجو أن تفسروا الآية في قوله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، إذا ضاق بك الأمر فاستعن عليه بالصبر أولا ثم بالصلاة، لأن الصلاة تعين على تحمل المشقة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو ضاق به أمر يفزع إلى الصلاة ويقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. نعم. فضيلة الشيخ يسأل السائل عن المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، يعني للحج. نعم يا شيخ. المواقيت الزمانية هي الأشهر، الحج وأشهر معلومات، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية للحج. أما المواقيت المكانية فهي التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين إلى مكة ممن يريدون الحج أو العمرة، لأهل اليمن هي لملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق، هذه المواقيت المكانية. نعم. تفضل أبو عبد العزيز. الحقيقة عندنا خلل في الاتصالات ولكن أخذ السؤال أنا وأعرضه على الشيخ. تفضل أبو عبد العزيز. مساك الله بالخير مع ضيفك الكريم، الله يسلمك ويعافيك.
بالنسبة طبعا لك يا فضيلة الشيخ بالنسبة للقنوات الفضائية هذه اصبر اصبر الله يهديك لحظة شوي لحظة لحظة تفضل اصبر الله اصبر الله يهديك هذا مشوش ما طيب خلاص فضيلة الشيخ إذا أقيمت الصلاة بعض الناس يأتي متأخرا ومسرعا ويقول إن الله مع الصابرين ما حكم الإسراء للصلاة؟ قال الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا نكتفي بأسئلة الفاكس ريثما يتم إزاحة هذا الصوت أو الصدى أو التردد وإصلاحه فضيلة الشيخ أسباب سجود السهو إذا سجدت قبل السلام أو بعد الصلاة فضيلة الشيخ ما الأفضل في ذلك؟ سجود السهو على قسمين سجود عن نقص في الصلاة نعم وهذا الأفضل أن يكون قبل السلام الأفضل أن يكون قبل السلام إذا كان عن نقص أما إذا كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام ولو سجده كله قبل السلام فلا بأس ولو سجده كله بعد السلام فلا بأس إنما الكلام في الأفضل منهما المهم أنه يسجد للسهو عن نقص أو عن زيادة في الصلاة نعم أحسن الله إليكم من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ هل الدعاء بعد أن أصلي صلاة العشاء وأريد أن أصلي صلاة الوتر تكون بعد صلاة العشاء أم في منتصف الليل أم قبل صلاة الفجر الوتر نعم الوتر كل الليل صالح للوتر من بعد صلاة العشاء قبل النوم أو في آخر الليل كله صالح للوتر نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كيف يعرف المسلم أنه حقق التوحيد وما الفضل في تحقيق التوحيد المسلم لا يزكي نفسه ولا يمدح نفسه ويقول حققت التوحيد وتحقيق التوحيد هو تصفيته من النقائص ومن الشرك ومن الذنوب والمعاصي هذا تحقيق التوحيد في فرق بين الموحد ومحقق التوحيد محقق التوحيد أرفع منزلة من الموحد فقط نعم أحسن الله إليكم تقول السائلة بالنسبة للمرأة إذا اهتمت بالدعاء هل لابد أن تكون على طهارة أو تدعو أي وقت تدعو في أي وقت والأفضل أن تكون على طهارة لا من باب الفضيلة لا من باب الواجب نعم حدثونا يا شيخ عن حكم من يسرع في تفسير الرؤى وقد تكالب الناس عليه في تفسير الرؤى لا ينبغي للإنسان أنه يشتغل في تفسير الرؤى ويفتح محل ويأخذ فلوس من الناس هذا غير مناسب ولكن إذا كان عنده دربة أو عنده ملكة في تفسير الرؤى فإنه يفسرها لكن من غير أنه يتخذ هذا حرفة ويأخذ عليه دراهم ويفتح محل نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بالنسبة لمن رزق ببنات ومات بعض هذه البنات في صغرهن هل يشفعن له يوم القيامة؟ إن شاء الله نعم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما صحة ذلك بالنسبة لقراءة القرآن هل القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بقراءته أم بعمله بهما جميعا ما تكفي القراءة عن العمل والأكمل أن يكون مع العمل قراءة
فيأتي بهما جميعا، يكثر من تلاوة القرآن ويعمل ويؤدي الواجبات والفرائض وكذلك السنن والمستحبات، هذا أفضل له. نعم. يقول بعض الشباب يتسرع في الفتوى وهو لم يحصل إلا على شهادة بسيطة فضيلة الشيخ، ما حكم الإسراع والتسرع في الفتوى بغير علم؟ هذا حرام ولا يجوز، وهو من القول على الله بغير علم، وهو أعظم من الشرك. قال الله جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو أشد والعياذ بالله. نعم. من شك في عدد أشواط الطواف في العمرة أو الحج كيف يعمل يا شيخ؟ إن كان الشك حصل في أثناء الطواف فإنه يبني على اليقين ويكمل طوافه، أما إن كان الشك إنما حصل بعد ما فرغ من الطواف وخرج من المسجد الحرام فإنه لا يلتفت إليه. نعم. سوداني مقيم في جدة يسأل عن تغيب الزوج عن زوجته لطلب المعيشة، وكم قدرت في الشريعة؟ إذا قدر أن يأتي إليها في كل 6 أشهر في نصف السنة يعني، وإذا لم يقدر وهو في طلب الرزق له ولها فإنه معذور في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، القسم بالله أو بآياته أو بحياته؟ لا بأس بذلك، القسم يكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شاب يعمل في المملكة عمره 27 سنة، لم يتزوج، أيهما أولى، الحج أم الزواج؟ إذا كان يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام فإنه يحج، أما إذا كان لا يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام والفتنة فإنه يحصن نفسه بالزواج قبل الحج. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لإحدى الأخوات تستفسر يا شيخ عن الإرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بعض النساء فضيلة الشيخ يحتجبن عن هذه الرضاعة خوفا على الجسم أو الهيئة بالنسبة للمرأة. إذا وجد من يرضع الطفل فإنه لا يجب عليها أن ترضعه، أما إذا لم يوجد غيرها ويخشى على الطفل من الهلاك فإنه يجب عليها أن ترضعه. نعم. شكر الله لكم شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في أسئلتهم الذين بعثوا بها للبرنامج. شكرا لفضيلته ورفع الله ذكره في الدارين وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لفريق العمل في مكتبة الشيخ، كما أشكر زملائي من الفنيين والمخرجين، هذا الزميل مخرج هذه الحلقة ناصر البقومي، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.